السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقه رقم والله اعتقد انها السابعه جماعه الخير، تكون لخبط. المهم يا جماعه الخير، رجعت لكم من جديد لعبه سبايدر مان الجزء الثاني. اريدكم نبدا، اضغطوا زر لايك سبسكرايب. شكرا يا جماعه الخير، والله شكرا على الدعم الجميل والمتواصل من كل قلبي. شكرا، اتمنى توصلوا دعمكم. خلونا نكمل، بسم الله، خلونا نكمل يا اخوان، خلونا نكمل. اليوم ان شاء الله راح يكون عندنا مهمات رئيسيه، وراح يكون ان شاء الله عندنا كمان مهمات جانبيه باذن الله. بس قبل ما نبدا، والله ما ادري الحلقه الماضيه اما خلصناها على النهايه، اعرف كيف جاني الزيدة انه بدنا نجيبه. اشوف تحت هنا في شيء، لا ما في، فا والله ما ادري. ايش رايكم نفتح الزيدة؟ والله انا نفسي افتح ذا يا جماعه الخير، هذا جدا جميل الصراحه. فخلونا نفتح الزيدة، البدله الهجينه. ايوه اوكي، بس لون واحد. اوكي مالس، والله مالس ما ادري. اوكي خلينا نشوف هنا. او حلو ذا والله، بس والله احس ذا احلى صراحه. خلينا نفتح ذا مره شياكه صراحه، كان موجود بالجزء الماضي. اشوف الالوان الثانيه، خلينا نجيب الالوان الثانيه، بدات انه ب 15 تسويه. والله كلها متشابه، بس والله الاسود ذا جدا جدا حلو. ايوه خلاص حكي ان شاء الله تمام. خلينا نجي يا جماعه الخير عند الادوات، الادوات يا جماعه الخير وتقنيات البدلة. خليني اجي عند الضرر يا جماعة الخير. ايوه هنا يقول يزداد الضرر الذي يلحق بالاعداء في الهواء، النجاح في تنفيذ تفادي لهجوم عدو يعيد شحن القدرات. الله الله، كلها جميلة صراحة، كلها جميلة، كل شيء باللعبة دي جميل صراحة. انا لو واحد جاني قال لي عبد العزيز طلع لي عيوب باللعبة دي، ابدا، لعبة ما شاء الله جدا جميلة. فدحين يا اخوان، دحين في عندنا مهمة رئيسية. الحلقة الماضية على نهايتها لعبنا مهمة مع ذيك ايش كان اسمها، يوري، اللي دحين صارت كذا سوبر هيرو. سوينا معاها مهمة يا جماعة الخير كانت جميلة. دحين في عندنا مهمة هنا اسمها نصطاد للعيش نعيش للصيد، انقذ توم ستون من الصيادين. ايوه خلونا نبدا بالمهمة ذي، بدات انها مرة بعيدة. والله حابب اشكركم اخوان على دعمكم الجميل والمتواصل، شكرا شكرا والله. يعني في يوتيوبرز كثير قاعد يلعبوا اللعبه واخترتوا تجي تشوفوها عندي، شكرا والله العظيم يا جماعه الخير، هذا الشيء يعني الكثير. يعني انتم مخيرين، في عندكم اكثر من خيار، وجيت وشفت اللعبه عند واحد ثرثار ما يسكت ودائما يضيع الطريق. والله من كل قلبي يا اخوان، شكرا شكرا على الدعم. ان شاء الله راح العب اللعبه دي كامله، وبعد ان شاء الله راح العب لعبه لورد اوف ذا فولن. لعبه جاتنا تعليقات كثير منكم انه يا عبد العزيز العبها، ان شاء الله راح العبها يا اخوان باذن الله، بس عشان انتظر وقتها مناسب. بعد لورد اوف ذا فولن صراحه ماني متاكد، ممكن طور القصه حق موردر وورفير الجزء الثالث راح ينزل قريب. هنا في جريمة على السريع، خلونا يا جماعة الخير نسخن مع الجريمة ذي على السريع. أنا العادة أسوي حلقتين ورا بعض، فهذا هذه أول حلقة أسويها بيوم، عارفين، فبسخن عارفين كيف. حلوة ذي بسخن. الحلقة الماضية جبنا قدرات جديدة. آسف وأنا قطعت حاجة وأنا مش بساعد. الحلقة الماضية يا جماعة الخير جبت قدرة رهيبة لبيتر، أهم شيء هذه الروبوتات عشان عندهم قدرة يعطلوا لك كل قدراتك. حطيه هاي يا جماعة الخير، الروبوتات دي عندهم قدرة، شايفين القدرة دي اللي سويت هذه اللي أقول لكم عليها، رهيبة صراحة. فالروبوتات دائما أول شيء نبغى ننهي الروبوتات. والله يقول المراوغة المثالية. قدامي فرصة اضرب. خلوني اركز عليهم بس. وجد دفعة جديدة من الروبوتات ذي. سبايدر مان، معركتك ما خلصتش ليه؟ حلو، يا ترى الوضع ممكن يبقى أصعب من كده؟ هبدل الأماكن. قدامي فرصة. افضل قدرات عندي هذه اللي دوبي سويتها. اوه
طيب خلص ولا ضرر طيب دوبه. صدق اكثر واحد سوى لي ضرر ذا. مش هتضر مني على طول. بس اسحبه كذا. حلو حلو سويت الهدف الاضافي. افتحوا النار. سويت الهدف الاضافي يا جماعة الخير. سويت كل شيء. يا سلام. ماشي اتمنى يكون مفيش صيادين لسه هيظهروا فجأة دلوقتي. حلو حلو مستوى كام؟ مستوى 18. والله ما ادري كم على مستوى باللعبه دي بس اتوقع 30. اتوقع 30. هذه المخابئ دي اعرف كيف اعتقد لازم تسويها مالس. والله ماني متاكد. المهم في عندنا جماعه اخر مهمه رئيسيه هنا. ورشه حديد مهجوره بس فيها نشاط عكس كده. ايه اللي اخرهم كده؟ حرسوا كويس. تومستون اثبت انه مش سهل. تمام استعدوا. نصطاد عشان نعيش. نعيش للصيد. هذا شعارهم شكله. ها يا جماعة هذا شكله شعار الصيادين. لازم افضي الاسطح. اخلي السطح. العبها صح. المبنى مليان صيادين، لو كل دول عشاني ليا الشرف. اوه من اول هذا يبغى يشوفني. مفيش أي حاجة تدلنا على مكان الدكتور كونرز. بشوفش بابا متوتر كده. نيجي كده، واثنين هنا، هل هذا آمن؟ ما تتصل بأم جي وتطلب منها كيف هو آمن؟ يا أيوة. اخي المفروض امن. هقابلك هناك في المؤسسه اول ما نجيبه هنا. بتعمل ايه؟ عايز مساعده؟ في ويليامز. يا سلام عليك يا بطل. بس بدري ليه ما يقول لي امن وكذا حين امن؟ الظاهر دي شكلها مهمه للعنكبوتين الاصحاب. مش هو ده اللي بنسمي بيه نفسنا. ايه التسميه اللي انتوا اتفقتوا عليها؟ مش عارف. سبايدر مان الرجاله العنكبوت. ايه الحيره دي؟ لازم امشي، المكان ده مليان صيادين. يعني محتاج مساعده؟ لا اياك تيجي هنا، دول مجرمين ما اقدرش اغامر بحياتك، هبقى اكلمك. والله لا تيجي، هاي يا جماعة الخير. هاري يعني لا تيجي ويساعدنا على فكرة. وين في أكثر من واحد. مو الحلقة الماضية اللي قبلها. كذا اكتشفنا إنه هاري يا جماعة الخير عنده قدرة خارقة. والله ما أدري أبغى أقول إنه هو فينوم، والله ما أدري صراحة، أكون صريح معاكم. ايش نبغى نسوي هنا؟ هذول كيف راح افرقهم؟ والله المفروض دحين امن، بس ما ادري ليه يقول لي مو امن. حلو حلو دحين امن. اوكي اوكي، اثنين ثلاثة أربعة. تبقي أربعة يا جماعة الخير. هذي ذا. اوكي في كم واحد تحت؟ بروح الجهة الثانية اللي هناك. بروح كذا. روحي ابدعوا يا جماعة الخير كذا بالتنقل التأرجح قصدي. جدا سهل والله. يعني عندكم أساسن كريد على سبيل المثال لعب اللي لعبتها مؤخرا. بدي اجيب واحد هنا. سمعت بعض الأحيان كذا التسلق كذا ما تدري يعني. تحسه ثقيل فاهمين علي. ما هنا الحركة سلسة صراحة وجدا سهلة. نصيده دحين. يا سلام. اي كيف تشوفوني؟ والله كان جايب لي ارم كنت اضغط مثلث بس ما ادري ليه ما سوى الضربة. اسمع لك ولا باقي بس كم واحد. كيف بقي له واحد بس؟ ما ادري. اوه هذا مين؟ كيف من الصيادين ذولي؟ اعثر على الطريقة للدخول. اكيد من فوق من هنا عارفين. فبالمهمة ذي نحاول ننقذ تومستون. تومستون هذا كذا الرجل الضخم كذا شفناه الحلقة الماضية. لسه قافل مع ام جي، قالت انها هتطلع على كونرز بعد شوية. دي اخبار هايلة. ايوه انا بتأكد بس. انت فرشة الصلب بتقول؟ ايوه. بتعمل ايه؟
بتمرن. ارجع لتمارينك، لازم الاقي توم ستون بسرعه قبل ما يحصل له زي العقرب. تاني اطرق من هنا لهناك. حلو حلو تقدر. بطلب تعزيزات. تعزيزات احسن لهدي اللعب شويه. اه لازم نفرقهم. انا نفسي اجيب واحد هنا. اخر عمليه واحد سمع. مشينا ورا الفريسه اسبوعين عشان نعرف كل تفصيل عنها. وقت طويل على مطار. خلونا نروح لهذاك اللي هناك. ريفن راح من غير ما حد يحس، ولما الفريسه حست بيه نصله كان خلاص. والله مره شيء حلو انه يقول لك امن. عارفين وحشيه. ريفن كان واقف بيتفرج على الحياه وهي بتسيب جسم الفريسه. كم واحد عندنا هنا؟ والله مو مره كثيرين. وهل ده حقيقي؟ محدش يعرف. اوكي اوكي ان شاء الله الحقوا ده. هيا بطل تعال هنا. ما ادري ليه ما يجون. العنكبوت هنا. في واحد بس انا سمعته. ما ياخذ كتزيعه تحت ليه؟ اوكي ان شاء الله هذا امن. حلو حلو الان تمام. وهذا يقول لي امن. والله رحت العنكبوت. والله اثق باللعبه. لقيت لي امن ورحت. كله كويس؟ الحمد لله اوكي. كفو والله الى الان بالسليم. والله توقعت تشوفوني صراحه اكون صريح معاكم. هذول بحاول افرقهم. انا هتبع اصلا. يا سلام اخيرا فرقتهم بالراحه. اعتقد باقي لي واحد بس. هي حصل حاجه. يا سلام سلم. وهو ذا اللي نبوه. متهيألي ده اخر واحد. اول مره اصيدهم كلهم كذا من غير ما يسمعوني. عمركم ما بتخلوا الدنيا سهله. يا سلام الله حيوه. هاري انت بتعمل ايه هنا؟ بساعدك يا سبايدر مان. ومش لازم تشكرني. كان نفسي اعمل كده بهدوء. دي غلطتي. روح شمال. والله مره شيء جميل. يلا بينا. هل راح يجي وقت يا جماعه اخر نلعب بهاري؟ قلتكم هل راح يجي وقت نلعب بهاري؟ والله ما ادري. ما استبعد الشيء ذا. كنت اتمنى اننا نبدا. او ممكن اضافات ما ادري ممكن. هو ايه احسن في التعليم من التطبيق العملي؟ اقطعوه خالد. عمري ما حسيت بقوه كده. ما تقنعش نفسك بكده. احنا مش مانعين. هو ده الكلام. نجحنا. هو ده احساسك على طول؟ حياتي مش كلها اشرار. ساعات بضطر اخد قرارات صعبه برضو. تقريبا دي الشغلانه. ابتدى برجع قبل دي. غرقوهم بالسيف. والله البيري صراحه يعني اتقنوه جميل والله. يعني مو صعب. يعني كنت من واحد غشيم بالبيري. عرفت كيف؟ يعني مو صعب والله انك يعني تصيدها. عرفت كيف؟ يا ساتر النار باللعبه دي تسوي لك ضرر هائل. الله يستر. للاسف مش هعرف احاوطها بالشبك. لازم نلاقي طريقه ثانيه نقفلها بيها. اضرب اللي بدها نقتل اللي هنا. لا تخليه هو يخلي بالك. دول على المنصات برضو. ابعد عن مرمى النار واقضي على الصيادين دول. البدله دي مضاده للرصاص. مش ده الوقت المناسب عشان نكتشف ده. ايه الخطه هنا؟ انا بحاول اهو. سهل الطلوع منك. روح على البلكونه اللي ورا. جميلة والله القدرة دي. طورناها الحلقة الماضية بدوبي سويتها. النار دي بتحرق شباكي بسهولة. هاري عندك فكرة ندمر بيها البتاعة دي؟ فين ده؟ يا لطيف والله كثيرين. بنسحبه من هنا قولتكم. الله يستر. ثواني هذا ما مات. اوكي ان شاء الله الاخير ذا. عندي فكره. بص على البرميل. تخلص من التعزيزات. ما عاد ايش يبغى يسوي. اوه نزل عليه البرميل.
ابلعوا بخوس ان شاء الله عاد راح تدمر المدفع. انتبه اطلع هناك. اسحب الموضوع تحفة. يلا نروح ننقذ شرير خارق. والله جدا جميلة البدلة حقت شرير خارق. اتصلح حاله بس يعتبر راجل حاول يقتلك كذا مرة. هو بيحاول يتغير. انا عاوز اساعده. اوه اتبع كثيرين ترى. لازم اضربهم قبل ما يضربونا. كذا النظام لازم تخش فيهم على طول. اوكي همشي الروبوتات الالية دي. حماسك عجبني بصراحة بس انا بحب الشغل بذكاء مش بتاعك. هنقدر عليهم لحد ما نبقى مش قادرين. مفهوم. والله زي ما اقول لكم ما ادري يجي وقت لعب هاري على اساس انه فيرب ولا لا. والله ما ادري بس اتمنى. والله والله اتمنى. انا احس صراحة اللعب فيه حيكون جدا جميل. هو دايما كده. طيب شو اوكي انت بتضحك هنا يا كابتن. عندي حاجة ليك. فهذا معناته يا جماعة خير. هل هو فينوم؟ يعني خلاص يعني دحين هاري دحين هل هو فينوم؟ اعتقد ايوه. الكل يبعد عن الدخان. ما يكتفكوش. الله الله والله احب اسوي القدرة ذي. كريستال مدى عارف اقعد اطلق عليه كل شوية. كثير قوي منهم. اصبر. جت من الروبوتات دي كمان. حتى ازاي بعمل كده؟ البدله دي هايله. بدات اتعلم تاثيرها. قدامك عارفين انا دايما احاول الروبوتات دي على طول اطلع عليها عشان زي ما اقول لكم عندهم قدره كذا يعطلوا لك المهارات حقت كلها. ده بقى اخر واحد. أو تحت هنا ما أدري ليه قاعد يعاني معاه هاري. اتحشرت هاري. أنت معايا؟ راسي. محتاجين نتحرك حالا. جايز لو ما اتحركناش مش هنتشاف. كلها طموحات واماني. دول هنا. كافو كافو بنواجههم. والله كان على بالي خلاص بيستسلموا. هاي يا جماعه تاخر كان على بالي راح يستسلموا وخلاص يسلموا نفسهم الصيادين. انت معايا؟ سهام وصواطير وصواريخ وطيور اليه. ما تنساش الكلاب الاليه. ايه اللي هيموتنا بعد كده؟ صدوا باسلحتكم. الله هربجي. لا يا اخوان خلوا حقطوا عليه. مين عكسوا عليه؟ والله نفسي عكسوا عليه. يا رب اطلق طلقه كمان. طلقه بطل. والله دقيت يا جماعه الخير. هلا هلا. عارف لازم تكون بسرعه. والله ما رجع له انه ما تقدر تسوي كذا. خلص عليهم. سلام. والله شغالين بطريقه جميله هاري وبيتر. والله اعتقد لو لعبنا يا جماعه تخرب هاري على اساس انه فينوم يعني ممكن اجمل سوبر هيرو تلعب فيه بحياتك. ممكن عارفين توقع عنده قدرات خياليه.
رجال الصواريخ تانيين جايين. اهدى شوية، اخلص منهم واحد واحد. ماشي، واحد واحد. تمام يا أستاذ. والله القدرة دي رهيبة صراحة، تطلق عليهم كهرباء كده. قلبي بيقول لي اننا قربنا. بالله كافة يا جماعة، تغرق توصى فيهم والله. يلا نوريهم. مهمة جميلة صراحة، تقدم إلى الباب. بدأت أحس إننا تورطنا هنا، متأكد من ده؟ طبعا، إحنا عناكب زي بعض. تمام. الشخص المطلوب اهو، هي ايه الخطة؟ احنا لازم نحرره. ايه؟ انا هلهيهم وشوف لو تقدر تحرره. تمام. بيكبروا بسرعة قوي. أنا هخرجك من هنا، اتفقنا؟ ما تقدرش، دول فخخوا كل حاجة. هبوظ خطتهم. أنا لسه قايل لك إيه؟ آسف، ده أول يوم ليا. محتاج مساعدة هنا؟ هرجع تاني. هو حجمهم بيكبر؟ ومعهم واحد ضخم كمان. نادها بالآخر، رجعنا للنار؟ أوكي، هذا اللي فوق غرز يموت. ده جزء من الشغل. مش مصدق العنكبوت كيف خلف الدواء. تبغى تقتل السنايبرز اللي يطلقوا عليك من بعيد؟ مش لما نخرج الاول. حلو، هتجري لحاله. هم بيجوا منين دول؟ معرفش، شكلهم بيأجروهم. احنا لازم نقفل الفرن ده من هناك. لو قدرنا اننا نحط في الاله مبرد ساعتها ممكن يتقفل. هم شو يبغون يسوي؟ حرر تومستون. بس اعتقد لازم اقتل الاخير ده. هم انسحب. اوكي، هو جوا هنا. نقفل الفرن ومن هنا نحرره. والله بدي ما افتكره ده تومستون، على اساس انه كان موجود بالجزء الماضي. ماشي كده، لازم بتحاول تقتل كل اللي هنا. ما كانتش الخطة، اسف. ما بيستسلموش ولا احنا كمان. الجو بقى حر هنا. ما لاحظتش. اوكي هم واحد ده. انت محظوظ، ما عندنا شيء. كيف وجدت فيه؟ هنعمل ايه؟ اضرب بسرعة. ده اللي اقدر عليك. لازم نخرج تومستون، جايز نقدر نكسر القفص هناك. اسحب الدعامات. يلا، محتاجين نخرجك اكتر. اكسر دعائم القفص. نشوف يا جماعة الخير، اعتقد قصدهم دي. هذا الاولى. والله مهمة جميلة الى الان. اي والله. فاضل الاثنين بس. هو البتاع ده معمول من ايه؟ كيف جت فيني دي؟ المكان ده كله بينهار. حاول تاني. ده مش نافع. استحمل. محتاجين نوقع الدعامات دي. اصمدوا على الارض. كل خيرة ان شاء الله اقدر. خلوه يجي عليه، ما ادري ممكن يا جماعة تخلو حررته بستورج يساعدني. والله ما ادري. نسحب الاخيرة. المكان ده كله هينهار. مش عارف اكسر القفص، ممكن نعدي من الفرن؟ لا، الحرارة عالية جدا. عندك افكار احسن؟ اختيارات صعبة صح؟ انت بتعمل ايه؟
يلا يا هاري. وبعدين يلا نتحرك، هنرجع من هنا. اخرجوا من هنا. يلا نمشي وراه. واضح انه خلاص كل علينا نخرج من هنا. تعمل الصح في صحة عالي. انت عايز تموت هنا، اتحرك. لا 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 لا، خسرنا. ما تخافش، بسرعة من هنا. هاري هاري، لازم اكمل جري يا جماعة. تقرر لازم نشرد. اذا هاري ما جاش نسوي عاد اهم شيء احنا، عرفك. لا والله جاء، هذا هو الحمد لله. استنوا، شايف في حد ورانا؟ تمام. العيب الوحيد الطريق المباشر. اللعبة بتحافظ على اللياقة. وصلنا في الوقت المناسب، في ناس غيرك حظهم وحش. ما كانوش هيخلصوا مني حتى لو حاولوا. غير كده استنوا زعيمهم عشان هو اللي ينفذ. في مكان آمن تروح له؟ أيوه، لو تعرضوا لي تاني هبقى مستعد. اشكر لي صاحبك على اهتمامه بيا. اشوفك بعدين يا عنكبوت. شكلهم اتفرقوا، لازم نعمل ده. ايوه، بقولك كنت هايل هناك. بجد؟ متأكد ان انا كنت ببوظ كل حاجة. حصل، بس بشكل ايجابي. اللي لحظة. اسف، بحاول اشوف الموضوع بيمشي ازاي. تصميم هايل. قصدك ايه؟ هو انت اظن كده. بص كده على ده، احنا دلوقتي بقينا فعلا صحاب. انا شكلي هرجع على المختبر واشوف دكتور كونرز جه ولا لسه. فكره كويسه، نبقى نتقابل بعدين. هايل جدا، رهيب والله. عارفين هاري، بس ما ادري والله، زي ما اقول لك ممكن يجي وقت العب فيه، بس مدري متى كي يتحول على فينوم الحقيقي. فاهمين علي؟ والله متحمس اشوف من بداية اللعبة. ماما، يا ريت ده مش عشان شفتي ام 44. هشوف ده مع بيت الاول. اهلا مايلز. يا صاحبي عدى دقيقة، محتاج اي مساعدة؟ بصراحة اتصرفنا، قدرنا ننقذ تومستون قبل ما كريفن يقدر يوصل له. احنا؟ اوه، دي قصة طويلة. بس صاحبي هاري طلع عنده بدلة خارقة وراهم النجوم في عز الظهر، اكيد مساعدته هتفيدني جدا مع الصيادين. ثواني، هو بقى واحد مننا تقريبا؟ كله حصل بسرعه، بس هنتكلم بعدين، لازم امشي. نتكلم بعدين، بيقول ده كتير. الحين خلاص على اساس انه هاري صار واحد مننا، عارفين مع مالس ومع بيتر، مره شيء جميل. فالحين يا جماعه الخير في عندنا مهمه جانبيه هنا، سكن فيه من العناكب الآلية، بس والله ما أدري فينه. والله ما أدري فينه، بعض الأحيان تلاقيها معلقة كذا. فوق ممكن هنا. أوه، عجبته والله. بتعرف تلف كوفية. والله عاجبني كل شيء تنجزه باللعبة دي، دوك كموارد ونقاط خبرة. دحين يا جماعة الخير خلوني اجي عند المهارات. ايش بيتر؟
ايوه خلينا نفتح له المعارض دي. ايش عندنا هنا؟ فوق الاخيره دي بشكل اسرع تنشحن بشكل اسرع. خلينا نشوف الادوات. ما اقدر اسوي شيء هنا. تقنيات البدله راح بدري بوفر الموارد اللي معاي. البدلات جاي شيء جديد. شوف البدله ذيك ان شاء الله اعرف كيف راح نفتح البدله دي باذن الله قدام. الحين يا جماعه الخير ايش نبغى نسوي احنا الحين؟ نبغى نفتح التطبيق. نبغى يا اخوان اوه هذه المهمه المالس بس ان شاء الله راح العب الحلقه القادمه. يذهب لي بعرفه ما تحتاجه الام تحتاجه الام. لا بس نبغى نلعب يا جماعه الخير الجميع. لا خلونا نلعب ذي حفله الترحيب. في واحد دعا أقرب صحابه على حفلة الترحيب بس شكل الأوضاع خرجت عن السيطرة. بلغوا في الحوار زي مواضيع الكشف عن نوع المولود؟ الموضوع مش درامي قوي كده، متهيألي إنها حركة جميلة. عندك حق، تمام أنا جاي. خلونا يا جماعة نروح سيدة للمهمة. والله أعتقد بدل أسوي سفر سريع. بس شبيكة بلا شبيكة بسرعة قاعدة تتنقل، يعني مو لازم صراحة. من اللي سمعت يقول لك ثانية واحدة السفر السريع باللعبة دي، والله نفسي أجربه. يقول لك أسرع سفر سريع أظن بالتاريخ. والله هنا كمان في مهمة. في مهمة يا جماعة الخير، بما إني هنا خليني أسويها. هذه المهمة اللي بالتطبيق هنا. أشوف إيش هي. المكان ده أعتقد جيت الحلقة الماضية. شكله مقر الميستيريوم بتاع بيك. هما مش هيعطلوها ولا ايه؟ عرفت هذا شفناه الحلقة الماضية. أي مساعدة؟ المستري متصاب بفيروس أو حاجة كده. في حد اتحبس جواه. لو نفذتي حالة نقطة التعطيل هيتعاد تعيين النظام. حاولي بس ما تتصابيش في العملية دي. ازاي اتأذيت لو ده مجرد وهم؟ ده يا صاحبي اللي بنحاول نكتشفه. اي تبغى ادخل هنا؟ هذا ذا ذهبي فضي برونزي. زي التحدي اهزم كل الاعداء. او والله يدوك من ال شو اسمه هذي، يدوك شيء مهم. المهم يا جماعه الخير عارفين سبايدر مان هنا عشان يلعب دور البطل. أنا مش عارفة أنا فين، ساعدني! هزم الأعداء. استحملي. الأعداء. أوهامي عمرها ما كان. سبايدر مان، شايف إيه جوه؟ شوية أشرار ومنهم ميستيريو. عارف كلامي يبان غريب، بس أنا وكول بفكر إن عمل ميستيريو المتمرد نفسه اللي دمر مقرات الميستيريا. بيحاولوا يحصروني بانهم يستخدموا اوهام مسلحه تعذب الناس. احنا واثقين انك لو غلبت الخلل ده هنقدر ننقذ الرهيب. وكمان كل ما كنت احسن تخلص من الخلل قربت اكتر من معرفه الغلط اللي حصل وسبب. يعني انا هصحح غلط الرمز بمواجهه الناس الغريبه دول؟ ماشي. اوعدا ان الغاز السام ده مش وهم. الوقت بيجري يا سبايدر مان. كيف النظام الشفاء وكم الغاز السام؟ صار في غاز سام دحين. انا متوقع اكتر من كده من سبايدر مان الهايل. فما ادري هو بالوقت يا جماعه الخير. اعتقد لازم الوقت بسرعه عشان جبل ذهبي عارفين كذا يعني. رهيب مالز والله جدا قوي. تهيألي نجحت. ما كانش متوقع. افتكرت اني ضعت للابد. مفيش مشكله كله برونزي. ليه
عندنا بيانات كفاية، جرب تاني براحتك لو معاك وقت. كل مرة شيء جميل. عارفين على الشيء اللي ادوك اياه. واحد من 10 يوميات مطور في المستريام. اللي ادوك اياه يا جماعة الخير عارفين شيء مهم صدقوا تطور في البدلات وكذا. والله شيء حلو. بس خلنا نشوف نسوي شيء. ايوه خلاص. الحين يا اخوان الحين خلونا نروح المهمة حقتنا. لقيت واحدة من يوميات مطور بتاعتنا. عنده كمان ان شاء الله راح ارجع له بعدين باذن الله. الحين خلونا نلعب المهمة دي حقت حفل الترحيب. بخصوص المشروع ده. للاسف ناس تانية محبوسة في مقرات الميستيريوم في كل المدينة. لازم نعرف مين اللي ورا ده ونحاكمه بجد. حوار مقرات الميستيريوم ده مريب. اكمل كل مقرات الميستيريوم لربح بدلة مخصصة اوكي. واحاول اكتشف اللي بيحصل فعلا. راح اسويها ان شاء الله باذن الله راح اسويها. دحين بس عندنا المهمة دي يا جماعة الخير خلونا نلعبها. والله اللعبة ما شاء الله نتحدى واحد يجيني يقول لي اللعبة ما فيها شيء اسوي. يعني هذه اخر لعبة كذا ما فيها شيء تسوي. ما شاء الله مشبع بالمحتوى فيها اشياء كثير ما شاء الله. يا شباب اخر اخبار جديدة عن محاكمة القرن. شعب نيويورك ضد نورمان اوزبورن. فاكرين ديفلز بريث؟ ازاي كان العمدة نورمان مسؤول بشكل غير مباشر عن تسليم المدينة كلها من سنتين؟ طيب والمحامين بتوعه عطلوا مسيرة العدالة تاني مع شوية تأخير. مصادرنا بتقول انهم جوه قاعة المحكمة بيقدموا التماسات تافهة عشان يطولوا مدة تقديم الأدلة. كل الحب لأصدقائي نسور القانون، لكن في أوقات لازم نقول طز فيكم يا محامين. ماشي أشوفكم على خير. ايه ثواني يا اخوان ما كل ابغاه فين؟ فين المهمة دي اللي قاعد اروح لها انا؟ ما ادري ليه محددها لي. كان يقول لي هنا بس ما ادري ليه الحين فجأة كذا اختفت. اوه هنا. والله اعتقد فاتح سفر السريع بس ما ادري فين. فاتح واحد اظن بس. اوه هي كلها هنا مهمات. اوكي بش نصحها هناك هي. ما عاد رب عدي زي كذا يخلو العدي زي كذا. والله التنقل صراحة يعني أبدعوا فيه والله. يعني دحين على سبيل المثال يعني أنا كنت أبغى أعبر عن طريق البحر كذا عارف كيف؟ يعني كنت حطول جو كيف حطولي من ذي الأشياء الدائرية خلاص بسرعة وصلت هنا. شيء جميل يعني عاملين حساب كل شيء والله. والله شيء جميل والله. اكيد يا جماعه الخير انا بالنسبه لي هذه افضل لعبه سبايدر مان. يعني العاب سبايدر مان كثيره في بعضها كلاسيكيه وقديمه يعني عارف كيف. يعني والله انا افتكر كنت العب على البلايستيشن وانا العب سبايدر مان عارف كيف وانا صغير. ففي العاب كثيره صراحه يعني سبايدر مان حتى فتره بلايستيشن 3 كان في كم جزء كذا جميل. بس صراحه من يوم ما مسك الاستديو ذا اعتقد اسمه زوميا اظن من يوم ما مسك لعبة سبايدر مان مرة والله لعبة سبايدر مان شيء من الخيال. يعني اللعبة دي حتى بعد سنين كذا راح تجون كذا وتشوفون في ناس كذا يلعبوها. يعني اللعبة دائما على فكرة كيف يعني الناس راح يلعبوها. فدحين اخوان يا خبر ما اقدرش اعمل ده لوحدي. والله المفروض عندنا مهمة هنا. ساعد صديقا في دعوة حفلة ترحيبي وداء. شكلك محتاج مساعدة عنكبوت. ايوه انا خططت لكل حاجة، الاشارات والشاشات والرسومات والناس، كل حاجة لازم تبقى هايبة. ايه ده ثانية؟ طب بالراحة، ينفع توضح ابطأ شوية ايه اللي حصل؟ ماشي، انا عايز اعزم حد لحفلة الترحيب لكن هو جدع ما اقدرش اخليها عزومة وخلاص. انا عندي شاشات وعايز اشغلهم برسالة بس المولد عطلان، الراجل اللي أجرهولي مش بيرد، ده اسمه نصب. ممكن أساعدك. شكراً، أنا أجرت المولد من محل رينالدز وشركائه، هبعتلك العنوان. حاضر.
تحقق من بائع المولدات. عجبني صراحة انه حتى الترجمة اللي تحت السبتايتلز يا جماعة الخير اللي تحت لما واحد يتكلم انه بالمصري كمان، يعني دوبو قال اقرهول يعني كيف وجدت بالمصري بالضبط. والله شفت ناس تنتقدوا الدبلجة، المولدات بقت غالية قوي. والله انا شايفها جميلة صراحة. الصغير ده بتاعنا مفهوم. انا شفت بالتعليقات قلت لي عبد العزيز هذا بدنا نصيده كذا. يا سلام والله مرة شيء حلو. محدش عايز يقربني، اللي هيلعب بالنار هتحرقه. هاي يا جماعة شفت بالتعليقات ما شافني والله شفت بالتعليقات قلت لعبد العزيز خلي اللعبة بالانجليزي لغتها الرئيسية. والله يا جماعة تخرج عن الدبلجة يعني انا والله شايفها الان جميلة، يعني ما ادري ليه صراحة اللي يعني عجبتكم مو كلكم بس والله فيكم يعني تعليقات كذا يقولوا لي عبد العزيز شيل العربي. الشبك ده جديد قوي. لازم يا جماعة الخير على فكرة ندعم الدبلجة. البلاي ستيشن لو ما شافوا فيه يا جماعة الخير يعني دعم للغة العربية اتوقع خلاص يعني يلغوها. لازم اطمن على البياع. شكرا ليك. مبسوط اني ساعدت. عميلك طلب ان اشوف موضوع التأخير في التسليم. اظن عرفنا السبب. ايوه انا عارف. لو بإيدي وصل البتاع ده بس الأغبية دول سببوا لي ضرر كبير. لو ممكن يتصلح فهياخد أسابيع. ممكن تبلغه بالأخبار الوحشة؟ هعمل ده. أنا هكلم في جي وأقول له على الأخبار. عايز أخبار حلوة. طيب عندي خبر. المولد اتعطل. ثانية ماشي لسه عندي أفكار بس ارجع في حاجة تانية جت في بالي. خلينا نشوف الشجاع على باله. بما ان المولد عطلان هل بروكلين عندهم احتياطي؟ انا عارف انهم بيحطوا مولدات على السطح بس كهربتهم شديدة على تجهيزاتي. هنعمل قفلة الا لو لقينا حاجة تبقى اقل في القوة. اكيد هقدر اوصل لحاجة بتردد جهد منخفض. وطاقة الكهرباء بتاعتك هي بس اللي هتنفع. نظريا يستاهل او صدمة كهرباء. انا اعرف حد كان هيحب النكتة دي. ابحث عن مصدر طاقة على السطح. سوينا الشيء ذا قبل كذا. عرفت توصلها ببعض. لقيت مولد لكن مش شغال. شفت؟ المفروض ان ده ينفع. عندك مانع تديله شرارتك؟ بالبداية لازم نديله من ال شرارة شغله يعني عارفين. ده الجهد الكهربي اللي محتاجينه. فاضل اننا نوجهه للدور الارضي. ايوه كنت عارف انك هتحلها. يمكن اقدر اوصل النقط الكهربية دي. اتجه الطاقة الى جهاز في جاي. ايوه زي ما اقول لكم سوينا الشيء ذا الحلقة الماضية اظن والله ما سمعتها. من الواضح ان الكهرباء بتعدي في دايرة كهرباء قديمة. هل كده خلاص انا مطلوب؟ شايف اسلاك من هنا لازم اتبعها ولا ايه؟ اوه اوه لسه في هنا. بس هذا كيف بوصل له ال كيف بوصل له الكهرباء ده؟ ما تيجي من هنا لين هناك. اوه اوه شايف هنا في كمان. روحي ما ادري كيف راح اجيبها من هنا الى هناك. ما ادري كيف صراحة. هو في كهرباء هنا. اوكي اوكي معلش استوعبت متأخر.
يا سلام، ده ندخل كلية الهندسة قسم كهرباء. معلش. اوكي، وضع الفين دي. هنا؟ لا والله مو هنا. اوه هنا. الف شكر ليك. متهيألي لازم تسمي نفسك مثلا العنكبوت الكهربي الجامد. شكرا، عجبني سبايدر مان كده اكتر. اوه، جاتلي رسالة. ده في الطريق. ما تمشيش دلوقتي، محتاج مساعدتك. بس استخبى. في جاي بعت لي رسالة. ايه دي؟ لوحة بيضة؟ يا في جي، انت ناوي على ايه؟ ثانية، مش دي المعادلة اللي ساعدني فيها أول خروجة؟ قعدة المذاكرة، خروجة المذاكرة؟ سبايدر مان، دي أول إشارة، هتمنع تقلبها؟ إيش يبغى نسوي؟ أوكي. أوه، ماشي، شكلي همشي من الطريق ده. ماشي، إيه ده بقى؟ أوه، ده الفيلم اللي شفناه أول مرة رحنا السينما مع بعض. رغم ان ما كانش حلو، ومع ذلك كانت خروجه تجنن. سبايدر مان، البوستر محشور، ممكن تسحبه؟ اوه، متهيألي في جاي في الساحه. جه وقت الشكر على الصداقه. دور على كرسي وهات فشار. في جاي، واضح انك طلعت انت اللي عملت كل ده. كنت دايماً عارف إنك مميز، وأنا محظوظ إنك صاحبي المميز. أنا بقدرك جداً يا لوكاس. ممكن بيت؟ مش بالظبط. يا خبر، أكيد في حاجة أقدر أساعد بيها. شوف اللي يسوي، شغل الشاشة المعيبة. سلاسل البرد. حفلة الترحيب؟ اوه، اكيد يا في جي. طب ايه رأيك نلبس بدل؟ ايوه طبعا. نفدنا. سبايدر مان، انزل عشان اقدر اشكرك كويس. شكراً إنك خليت ده ممكن. يا خبر، أنت بجد دخلت سبايدر مان في الحوار؟ ده أحسن يوم. بنبسط لما ساعد بأي طريقة ممكنة. انبسطوا بالحفلة. حلو حلو، كمان المهمة حفلة الترحيب. أعرف كانت مهمة سهلة، لك قطع غير كافية تكون أدوات. أوكي، خلينا نشوف يا جماعة الخير. يزيد اكتساب التركيز من إصابة الأعداء باستخدام قذيفات الشبك. وكان استخدم قذيفات الشبك كثير. أكيد أكيد الشيء ده راح يساعدني بشكل كبير. بصراحة يا جماعة الخير، أنا راح أنهي الحلقة هنا. الله يعطيكم العافية على المشاهدة. بإذن الله راح نكمل الحلقة القادمة. الحلقة القادمة إن شاء الله على بدايتها راح نلعب المهمة دي، الأضواء، كاميرا، تصوير، عارفين المالس. بعدها راح نلعب المهمة دي، فانكي، عارفين كيف؟ اذهب لمعرفة ما تحتاجه الأم. إيوه، راح نلعب المهمتين هذه الحلقة القادمة. فأتمنى إن الحلقة دي نالت إعجابكم، أتمنى كنت خفيف عليكم. إن شاء الله إن شاء الله أشوفكم في الحلقات القادمة. في أمان الله.